والإثارة في هذا المساء على أرضية ميدان الشحانية في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس وفي ثاني أيامه، وعلى بركة الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية وأول المراكز، هنا رسالة بشعار مبارك بن سالم بن علي الشامسي يتقدم مع البداية ومع أول الانطلاقات. ثاني المراكز وصلت هناك سمحة، فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري يقدم لنا سمحة. ثالث المراكز وصلت القادمة هنا المنطلقة مع ثالث المراكز البارقة بشعار ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت الدانة، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا الدانة. خامس المراكز هناك الشبابية، نايب بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المنطلقة والمندفعة في دائرة النداء والإذاعة. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة وإلى أول المراكز. سمحة على الانطلاق الأول بشعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد يقدم لنا سمحة مع أول المراكز. من تستلم زمام الأمور؟ ثاني الأسماء هناك الشبابية، نايف بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري يقدم الشبابية مع ثاني الأسماء. ثالثا هناك رسالة، مبارك بن سالم بن علي بن عبد الشامسي يتقدم مع ثالث الأسماء. رابعا وصلت القادمة هنا المنطلقة من الجانب الآخر، تتقدم الجزيرة ابن أيام بن عبد الله بن عايض بن شويلة العامر يقدم لنا الجزيرة. من تسللت إلى ثالث الأسماء؟ خامسا هناك البارقة، ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بدأت الأسماء بسرعة، بدأت الأصايل بالانطلاق نحو الفوز والانتصار. سمحة على الصدارة، سمحة على الانطلاق الأول، تتقدم بشعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد يقدم لنا سمحة. ومن الجانب الاخر الجزيرة، الجزيرة بشعار ابن ايام بن عبد الله بن شويلة العامر يتقدم مع ثاني الاسماء. ثالثا وصلت هنا رسالة مع ثالث المراكز، مبارك بن سالم الشامسي. رابعا وصلت المتقدمة الشبابية، نايب بن محسن بن راشد الشهواني، وايضا وصل شعار بالهيضة يتقدم من العمق يقدم لنا ابعاد. حمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة يقدم ابعاد. من تسللت من مركز الى مركز تحت الثالث الاسماء؟ الشهواني قادم ولكن سمحة، سمحة على الصدارة. فاران بن عتيق بن محمد آل بريد الكيلومتر الاخير والخطير، سمحة على الصدارة. سمحة بشعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد يقدم لنا سمحة. ثاني الاسماء هناك الجزيرة من الجانب الاخر، ابن ايان بن عبد الله بن عايض بن شويل، وايضا رساله مبارك بن سالم الشامسي، وايضا الشهواني مع الشبابيه. والاسم القادم بدا يتسلل، شعار عاطف بن عطيه يقدم لنا بلشه، بدا يغير من مركز الى مركز. السريع قادم بن صافيه من الجانب الاخر يقدم لنا زهوه. سعد بن محمد بن حمد ال صافيه يغير مع الامتار الاخير، ازهوى ازهوى على البداية بشعار سعد بن محمد بن حمد الصافية. انطلق السريع، اندفع السريع مع الفوز والانتصار. عاطف مع ثاني الاسماء يقدم بلش، عاطف بن عطية بن حسن القرشي. ثالث الاسماء هناك نوف، مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي. ولكن البداية والمقدمة هناك ازهوى ازهوى، سعد بن محمد بن حمد الصافية يقدم لنا
زهوة السريع بدا بالانطلاق مع زهوة. سعد بن محمد بن حمد آل صافية، وسعد الله مساك يا ابو محمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مشكور يا السريع، مشكور على هذا الاداء. تهانينا والناموس لسعد بن محمد بن حمد آل صافية. ثاني المراكز وصلت الجزيرة بشعار بن ايام بن عبد الله بن عايض آل شويل العامر، وثالث المراكز وصلت هناك التماس محمد بالدحبة بن محمد العامري، ورابع المراكز وصلت هناك وجد بشعار علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية، خامس المراكز وصلت نوف مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك زهوة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والتوقيت الزمن ولحظة وصول زهوة الى خط النهاية 5:59 و96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للسريع سعد بن محمد بن حمد الصافية من قدم لنا زهوة. ثاني المراكز وصلت فيه الجزيرة، والتوقيت الزمن ولحظة وصول الجزيرة الى خط النهاية 6:64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجزيرة ابن ايام بن عبد الله بن عايض بن شويلة العامر. ثالث المراكز وصلت ثالث المراكز نوف، والتوقيت الزمن راح توصلها الى خط النهاية 6:91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمطر بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي. رابع المراكز كانت هناك مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ها هو الفوت والفنش بين رابع المراكز وخامس المراكز. هنا كانت هناك وجد من احتلت رابع المراكز بشعار علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية، وخامس المراكز كانت هناك التماس مع خامس المراكز. خامس المراكز يا مشاهدينا متابعينا الاعزاء كانت هناك على ما يبدو لي التماس بشعار محمد بالدحبة بن محمد العامري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. هكذا تواصل مستمر والتحديات مستمرة في هذه الانطلاقة المميزة